شهاده الماجستير في التخطيط والتنميه السياسيه وبكالوريوس العلوم الماليه والمصرفيه من جامعه النجاح الوطنيه. حاليا عم بتجه لمجال الابحاث، كان عندي دراسه استطلاعيه عن النساء العاملات في المستعمرات الاسرائيليه، وكمان كان عندي دائما شغف انه يكون عندي مشروع خاص. فمن هون بلشت قصتنا في مشروعنا اللي اسمه جيدا. جيدا اجت من خلال عملي مع النساء اللي كانوا بيرغبوا انهم ياسسوا مشاريعهم الخاصه او انهم يطوروا مشاريعهم القائمه. كنا عم نقدم تدريبات تقنيه لهم في مجال الاداره والماليه والتسويق، وقدمنا لهم من خلال برنامج اراده اللي كان تابع للجمعيه الفلسطينيه لصاحبات الاعمال اصاله. في اثناء عملنا مع هدول النساء لاحظنا انه المشكله الاكبر كانت عندهم هي في التسويق. مع التقدم التكنولوجي يعني بنقدر نقول انه الفكره راحت سنين، انه ضل هذا الشغف موجود عندنا، بس الفكره اخذت كثير وقت لانها تطلع على ارض الواقع. مع التقدم اللي صار في التكنولوجيا وظهور وسائل التواصل الاجتماعي وامكانيه توظيفها لحتى يتم الترويج لهي المنتجات، طلعنا بفكرة مشروعنا اللي أطلقنا عليه اسم جيدا. فكرته هو سوق إلكتروني للترويج لمنتجات النساء الرياديات، ولاحقاً رح نشتغل على إن الحرف والصناعات اليدوية المهددة بالانقراض ويكون اسم مميز. فاخترنا اسم جيدا، والكل بيسأل إيش يعني جيدا. جيدا هي صفة باللغة العربية، جيداء هي المرأة صاحبة العنق الطويل، بالتالي هي صفة جمالية، وكان في كمان صفة رمزية لهذا الموضوع إن المرأة يجب أن يكون دائما رأسها مرفوع وإن هي ما تكون خاضعة للظروف أو للقهر اللي إنه ممكن يمارس عليها. فحسينا إنه الاسم بيلبي حاجتنا من ناحيتين، وإنه كمان المرأة تنتج الجمال، يعني بالنهاية هاي المشغولات والقطع اللي عمالها بتطلع هي عبارة عن جلط عن قطع فنية. وبعدين صرنا نفكر بشعار، فحكينا لكل قطعة حكاية، إنه بنحس إنه كل قطعة بتعملها السيدة حتى لو كانت هاي القطع لنفس المنتج، يعني عم تنتج من قطع متعددة منه، كنا بنحس إنه في له حكاية وإنها هي عن جد عم تتعب عليه، وإنه ممكن مرات أنتجته بظروف كانت هي جدا مبسوطة، ممكن كانت جدا مقهورة، ممكن كانت عم تتعرض لتحديات، وممكن كانت عم تتحدى حالها قبل اي حدا تاني، يعني ممكن عم تتعرض لضغوطات كمان. فحبينا انه نكون شعارنا مميز، فحطينا لكل قطعه حكايه. جيدا بلشت كفكره في العام 2017 وانطلقت في العام 2018 وباشرت اعمالها فعليا في العام 2019. عام 2017 نقدر نقول عنها كانت مرحلة عصف ذهني للبحث عن فكرة مميزة قابلة للتطبيق، وفي تعطش في المجتمع الفلسطيني لهذه الفكرة. فمن خلال انخراطنا في مجموعة من الدورات التدريبية مع مجموعة من المؤسسات والخبراء والاستشارات، ارتئينا انه نعمل سوق الكتروني للترويج لمنتجات النساء الرياديات، وهذا الشيء نبع عن حاجة احنا كنا لامسينها من خلال عملنا مع النساء اللي هو ضعف مهارات التسويق بالنسبة لإلهم. وصار في ميزة هالأيام اللي هي التطور التكنولوجي سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فحبينا ندمج هدول الجزئتين مع بعض، ومن هون عنا طلعت فكرة جيدا. فهويتنا إذا بدنا نحكي أو إذا بدنا نعرف عن جيدا بنقول إنها هي سوق إلكتروني متخصص في الترويج لمنتجات النساء الرياديات، وأضفنا إلها من خلال البحث اللي كنا عم نقوم فيه والاستشارات الحاجة أيضا للتسويق لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية المهددة بالانقراض، واللي هي أيضا جزء أصيل من التراث الفلسطيني ومن الأعمال اليدوية. في العام 2018 كان العمل الجدي على هذا المشروع من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني وما يتبع من تفاصيل، والانطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على موقع الفيسبوك، وكمان انطلقنا على الانستغرام. في العام 2019 بدأنا فعليا بعرض المنتجات بعد ما كنا أجرينا مجموعة من الاتصالات مع النساء الرياديات من خلال الاتصال بالجمعيات النسوية، بالمؤسسات، حتى أفراد يعني صاروا يتحمسوا للفكرة ويقولوا لنا إنه فيهم نساء رياديات متحمسين لفكرتكم حابين يشتركوا معكم. ف
فجمعنا زي قاعدة بيانات وبدأنا بتصنيف السيدات حسب الأعمال اللي بقوموا فيها، يعني إذا مشغولات يدوية على اختلاف أنواعها، إذا كان في عنا منتجات التصنيع الغذائي، إذا في عنا أعمال أخرى ما كانت خاطرة على بالنا أيضا كنا نعطيها تصنيف في داخل الجيدة. وأيضا بدينا نعرف الجمهور كيف فيه يوصل لجيدة ويطلب من جيدة، يعني نحكي عن اللي هو آلية عملنا. الآلية ببساطة كانت إنه في البداية كنا نفكر إنهم يطلبوا من خلال موقع الإلكتروني، لكن إحنا حاليا بصدد تطويره لهذا الموقع، فارتقينا إنهم يعني يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي كبديل في الوقت الحالي للطلب. فبإمكانهم إنهم يشوفوا المنتجات اللي بتعجبهم، كل منتج أعطينا كود، هذا الكود خاص للريادية المشتركة معنا، ومحطوط كمان على السعر حتى تكون كل التفاصيل جاهزة عند الزبون. بيقدر يبعثوا لنا على برسالة سواء على الفيسبوك أو الانستغرام، وإحنا بنوصلهم إياها للمنطقة. طبعاً في أثناء البحث اللي كنت عم بحكي لك عنه في البداية، كنا كمان عم نحكي مع شركات تسويق، عم نتعاون حاليا مع شركة ميزتها انها هي بتوصل لكافة المدن والقرى الفلسطينية، وكمان عم نتعاون مع افراد ممكن يوصلونا لداخل منطقة القدس بالخط الاخضر. فبالتالي احنا بنحاول انه السوق الفلسطيني سواء داخل الضفة الغربية او داخل مناطق الخط الاخضر يكون مغطى عنا من خلال اللي هي شركات النقل والتوزيع. فببساطة شديدة العملية مش معقدة عندنا، كل ما تحتاجونه هو انه تدخلوا على الفيسبوك اللي هو جيدا، يعني اذا هلا بتشوفوا بيقطع في الفيديو عندكم العناوين اللي خاصة فينا، طلع المنتجات بس تبعتوا لنا الصورة والتفاصيل طبعا اللي هو العنوان وما الى ذلك، بتكون المنتج وصل عندكم. بالنسبة للمعيقات هي متنوعة صراحة. أول شيء في عنا معيق يتعلق بالقوانين تشجيع الاستثمار الموجودة في البلد، للأسف لحد الآن ما في اهتمام بموضوع المشاريع الناشئة اللي هم الستارت أبس بشكل عام، بيعاملوهم زي شركات المساهمة العادية، بالتالي رسوم تسجيلهم عالية، وهذا بيمنع كتير من الستارترز انهم يروحوا يسجلوا شركاتهم وتكون امورهم القانونية سليمة نتيجة ارتفاع التكلفة. معهم ياخذوا بعين الاعتبار انه احنا بعدنا في بداية مشاريعنا، رأس مالنا متواضع جدا، معظمه عم بنحطه في الامور التشغيلية، بالتالي احنا مش متحملين انه يكون عندنا تكاليف واعباء اضافية. فبنتمنى على جهات الاختصاص مثل هيئة تشجيع الاستثمار ووزارة الاقتصاد الوطني، وحاليا في وزارة الريادة والتمكين، انهم يهتموا بهذا الموضوع ويدرسوه لحتى يكون في صيغة قانونية خاصة بالمشاريع الناشئة لحمايتها في الاقتصاد الفلسطيني. هذا من الناحية القانونية. على الأرض في عنا معيقات بتتمثل في التنقل. على سبيل المثال احنا وردنا العديد من الطلبات للرياديات من قطاع غزة لمشغولات وقطع أقل ما يقال عنها انها قطع فنية، يعني بحق وحقيق، لكن للأسف بسبب التحكم في المعابر وصعوبة نقل البضائع احنا لحد الآن مش عارفين كيف ممكن انه نجيب هاي البضائع من غزة، وبالتالي احنا عم ننحرم انه يكون في عندنا قطع مميزة موجودة في جيدة، وعم نحرم هذول الرياديات من انهم يطوروا اعمالهم بدل ما انهم يسوقوها داخل القطاع يكون عندهم فرصة يسوقوها في مناطق الضفة الغربية والداخل والقدس وحتى خارج فلسطين. من المعيقات ايضا اللي بتواجهنا اللي هو انه صعوبة الوصول لبعض النساء، في نساء عندهم مشاريع مميزة ولكن ما في قدرة للوصول لهم لانهم بيعرفوش اصلا يستخدموا التكنولوجيا، مش على اطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي احنا عم نخسر فرصة انه نجيب هاي المنتجات اللي عندهم ونسوق لهم اياها، وممكن انه كمان المؤسسات اللي ممكن تكون على تواصل معهم مثل المؤسسات النسويه ما عم تقدر توصلهم، فبالتالي بنكون عم نخسر ايضا يعني مجموعه مهمه من الرياديات ومجموعه مهمه من المنتجات اللي ممكن تسويقها محليا ودوليا. يعني الرساله اللي ممكن الواحد يوجهها هو يعني مش نحكي الأمور التقليدية، عدم اليأس والمثابرة وما إلى ذلك، بس إنه إذا عندنا شغف، معلش إذا طول، لأنه مثلا إحنا في حالتنا بجيدة أخذنا سنين زي ما ذكرت لك في البداية،
فكرنا بآلاف المشاريع وكثير دراسات جدوى وما إلى ذلك. بس بالنهاية إنه تقدر توصل إلى اللي بدك إياه، لأنه في مقولة كتير حلوة اللي هو المتابعة هي جوهر العمل. فالإنسان إذا عنده إيمان بفكرة معينة، شغف بفكرة معينة، بده يتابعها لو أخذت وقت ما في مشكلة. وكمان إنه يكون في عنا انفتاح على الآراء اللي توصلنا، خصوصا النساء الرياضيات مرات ممكن ياخذوا المواضيع بحساسيه انه لا انا شغلي ما عليه ولا كلمه، اكيد انه انت عم تتعبي، بكفي انك انت عم تتعبي لتطلعي هاي القطعه. لكن العالم بتتطور، اذواق الناس بتتطور، كمان صرنا بعالم منفتح اليوم، التكنولوجيا خلتنا نشوف كل شيء قدامنا، فبالتالي احنا بحاجه لنسمع للتغذيه الراجعه ونطور من المنتجات الموجوده عندنا، ونطلع شوي برا الصندوق، بمعنى انه مرات بنعمل اشياء تراثيه، نعمل أشياء من هويتنا الفلسطينية، بس مش غلط نضيف عليها لمسة عصرية حتى تواكب التطور اللي موجود عندنا. وكمان إنه يكون في يعني دائما تقدير للآخرين للي بيعملوه، إنه إحنا بنشوف دائما الأشياء بمخرجاتها النهائية، بس إحنا ما بنعرف وراها الستارة وراها المسرح قديش الناس عن جد تعبت لحتى تطلع الأمور بهاي الطريقة. فالتقدير كتير مهم بهاي الحالة، ومهما كان العمل الصغير التقدير بيكون حافز كتير للناس لحتى انها تثابر على اعمالها وتتقدم فيها اكتر واكتر.